السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأسفي، السيد نائب وكيل الملك لهذه المحكمة، السيد نقيب هيئة المحامين بأسفي، السيد رئيس مصلحة كتاب الطب لهذه المحكمة، زميلتي وزملائي الأعضاء، السادة المحامون، السادة أطر وموظفي كتابة الطب، السادة العدول، السادة المفوض والقضائيون، السادة مساعدي القضاء، أيها الحضور الكريم، نجتمع اليوم لتكريس سنة حميدة حسنة دأبت على تفعيلها الدائرة الاستئنافية بأسفي بجميع فاعليها ومؤسساتها، وهي سنة الاعتراف والإشادة والتقدير. وفي هذا الإطار تتشرف المحكمة الابتدائية بأسفي بتنظيم هذا الحفل البهيج احتفالا بأناس أفداد أجلاء بذلوا الغالي والنفيس من أجل خدمة الحق ونصرته وتكليم الصعاب على ضاربه، أناس هجعت العيون بطيب المنام وعيونهم سهرت وتأرقت، وجلس الناس مع ذويهم في سلام وضاقت بهم الأرض بما رحبت، هدفهم الوحيد إحقاق الحق وخدمته، لا يريدون من ذلك جزاء ولا شكورا إلا اكتساب حبكم واحترامكم، وما حضوركم اليوم إلا دليل محبة وعرب عرفان، ولن أجد أبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم فيهم في حديث قدسي: يحشر قوم من أمتي على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف، تخشع من نورهم الأبصار، ما هم بالأنبياء، ما هم بالصديقين، ما هم بالشهداء، إنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. لكن في البداية، وحتى تسودنا السكينة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، لن نجد أمثل من آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا في هذا الحفل التكريمي الأخ والزميل عبد الرحيم كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من قبلكم سنن فسيروا في ما
المشروع في فقرات هذا الحفل لا يسعنا إلا أن نمتثل لأمر القدر، فمنه الخير ومنه الشر، فالحياة فرح ومطرح، وصال وفصال. نعم أيها الأحبة، في خضم هذه السنة غادر دار البقاء إلى دار الفناء، مثال جميل لرجل نبيل وعطاء جزيل في درب طويل، رجل والرجال قليل. خدم العدالة وأدى الرسالة برسالة الحكماء ورباطة الرشداء وقراسة الأنبياء وصدق الأنبياء، فاللهم اكتبه عندك من الشهداء. كان شمعة تحترق لتنير الطرق لكل طالب حق، قوي لدرجة الحلم، كريم ومنهل علم، عدو لكل خادم ظلم. كان قاضيا هماما، عنوانا للشهامة، مثالا للاستقامة، لا يخاف في الحق ملاما، فتخلد في القلوب علاما، حبا ووفاء واحتراما. نعم رحل الفقيه، وهل الفراق يعني النهاية؟ وإن كان فلكل نهاية بداية. فهل يعني الغروب وفاة الشمس؟ وهل يموت الجسم؟ أو هل بموت الجسم تموت النفس؟ نعم، هل يعني الغروب وفاة الشمس؟ وهل بموت الجسم تموت الشمس؟ بل الغياب دليل الوجود، ورحيل الأحبة بداية الخلود. لن ننساك أيها العزيز، ولن تنساك دروب المحاكم ولا أصحاب المظالم. فارجعي أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية ماضية. ندعو الحضور إلى الوقوف وقراءة الفاتحة على روح الفقيه السيد وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الأسفي السيد المغفور الحنفي الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعطي الكلمة الافتتاحية الآن للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بالأسفي، فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. السيد وكيل الملك المحترم، السيد النقيب والسادة النقباء، السيد رئيس كتابة الضبط، السيد رئيس هيئة العدول، السيد رئيس هيئة المفوضين القضائيين، السادة القضاة، السادة المنتخبين، الحضور الكرام، كل واحد باسمه وصفته، وعذرون إن نسيت إحدى مكونات العدالة. صعب جدا أن ألقي كلمة تكلمية في حق المحتفى به الأستاذ تريم والأستاذة زهراء مرواح والأستاذة عتيقان بهباز. ربما يتبادر الذهن بأننا تأخرنا في تنظيم هذا الاحتفال، لأنه تقريبا يجب أن ننظمه في نهاية شهر 12 أو شهر 1، ولكن هذا التأخير في الزمن لا يعني بتاتا أننا لا نمكن للمحتفى به أقصى درجات الاحترام، بل العكس من ذلك. تعرفون جيدا، ونعتبر شخصيا هذا التأخير، تعرفون المشاعر اليومية والعمل اليومي والإجراءات، العمل القضائي والإداري صعب جدا، العمل القضائي والإداري في المحاكم يعني واحد تيار جارف ويتجدد يوميا، ولكن رغم ذلك فقيم الاعتراف بالآخر والتكافؤ والتضامن بين الأسرة القضائية لا تتقادم عبر الزمن ولا تسقط بمرور الوقت. نكمل لكم الاحترام الكامل أستاذ تريم، أستاذة زهراء، أستاذة عتيقة، المحتفى بهم قضاة وموظفي وعضو كتابة الضبط. هذا دليل على التلاحم القوي
بين كافة مكونات الأسرة القضائية. أنا شخصيا لا أؤمن بالتمييز عبر الصفة، لأن ليست الصفة هي التي تعطي القيمة للإنسان، وإنما العمل الذي يقوم به هو الفيصل في الدنيا وفي الآخرة. أما الصفات والكراسي والامتيازات فهي موجودة بتاتا، ولا يجب أن توجد لا أقيامنا بعملنا. هذا الاحتفال اليوم هو احتفال بسيط جدا، ولكنه في جوهره احتفال عظيم. أولا لأننا أنا مؤسسات شامخة، مؤسسة المحكمة الابتدائية بكافة مكوناتها، مؤسسة النقيب، مؤسسة المحامون، مؤسسة الفوضى القضائية، مؤسسة العدول، النساخ، الخضراء، أطر موظفي كتاب الضبط. إذن القيمة ديال الاحتفال والعظم ديالو تتمثل في وجود هذه المؤسسات الرسمية. ولا أجمل من أن يعترف بك المؤسسات عوض الأفراد أو عوض الموارد المالية. أمر الآن إلى المحتفى بهم. أغلبهم قضى حوالي 40 سنة من العمل القضائي والإداري، صعب جدا أن نصدر أحكام قيمة نهائية في حقهم، لأن جلمة 40 سنة لا يمكن أن نختصرها في لحظات أو في بعض دقائق أبدا. الأستاذ كريم نموذج القاضي المتفاني في عمله، وقلت له مرارا وتكرارا أثناء مناقشات كثيرة التي حدثت بيننا، لأن الله سبحانه وتعالى حملك إلى المحكمة الابتدائية لما فيه خير القضاة والمواطنين والعمل القضائي في هذه المحكمة. ربما كان شخصيا يود مثلا العمل في جهات أخرى، ولكن الأقدار دائما رأى فيها روح ديال الخير وديال البركة. قضيت حوالي 8 سنوات ساهمت في رفع الكفاءة القضائية وفي تجربة القضاة، وقمت بعمل ممتاز جدا، وهو أنكم مررتم الصناعة القضائية التي ركنتموها خلال 40 سنة وقدمتموها على طبق شيء لجميع قضاة المحكمة وخصوصا قضاة الأسرة. أقول لكم شكرا من أعماقي، ولكن الشكر العميق جدا هو من الخير المستمر، الصدقة المستمرة التي تتجسد في العمل الذي خلفتموه في هذه المحكمة. أيضا يمتاز، وهذه من الخصائص الرائعة جدا، يجب أن تكون في كل قاضي وفي كل موظف وكل مشترك في الحق القضائي، وهو أن الأستاذ يمتاز بالرؤية النقدية للحياة بصفة عامة وللعمل القضائي. وشاركني وشاركته في لقاءات عديدة طرح النقد، وطرح النقدي هو أن هناك عيوب داخل المنظومة القضائية، ويجب علينا أن نتعرض على هذه الهموم ونقوم بإصلاحها. لا يمكن أن نتقدم في عملنا بدون التوفر على الحس النقدي. والأستاذ الحمد لله قدم اقتراحات كثيرة استجبنا لها ووضعناها أثناء التنفيذ. نحتاج إلى وقت طويل جدا لنصرف عليكم تفاصيل الجزئيات، ولكن الأحكام القضائية كثيرة جدا، أحكام كتب السعاية، نقاشات في المحور الشخصية طويلة جدا، ومن الحد الآن لا زالت بصمة الأستاذ تارين حاضرة في العمل القضائي في المحكمة الابتدائية. ربما صدق قضاة أخذوا كلمة سيحدثكم عنها. بالنسبة لي عتيقة بهباز وفهران رواح، عتيقة بهباز أتذكر بأنها رغم أنها كانت مقبلة على التقاعد، إلا أنها بكفاءة عالية جدا استطاعت الاندماج فيما يخص البعد الرقمي للمحكمة. وأتذكر أنها قالت لي في إحدى النقاشات والاجتماعات المستمرة مع وطر ومنطفي كتاب الضبط، قالت لي بلي شي انا عندي واحد المشكل، وبالتالي هذا المشكل هو اللي كنعاني منه في التحقيق. قلت لها كيفاش؟ قالت لي كثير كتجمع عندي الناس وكتقول لي فاتيهم وحنا في التحقيق وما عرفتش تنقش القلب، ما عرفتش واش جا عندنا الملف توصلنا ولا ما توصلناش، كيفاش كيسولوا الملف ديالهم وما عندناش شي طريقه معينه.
وباستشارة مع قسم التقني في المحكمة قمنا بإعداد واحد الطريقة هي غير موجودة في التطبيق الرقمي، وبدأنا في تحديدها ولينا كنحطو هاد الملفات التحليل كامل اللي كانت في المحكمة ورينا الطريقة ديال البحث، وكنستعملو هنا ليكسيون لأن واحد الشيء ليكسيون هنايا، وكتدخل كدير الرقم الأول مثلا اللي كان 17 أو 15 كدير رقم 17 تيخرجو لنا الأرقام اللي محاولة كتقلب يعني كتبحث في الصحيحة كتفك المشكل. هاد النقطة هي المحلية التقنية صعبة جدا صعبة جدا، ولكن رغم ذلك حتى رجعت عندي قالت لي راك شي كامل درتو قلت لها وريني كيفاش تبحث في هذيك سميتو، وفعلا كانت من استعمال اوفيس يعني اكسل والحكومة عرفت مزيان عرفوا الحاضرين اللي يعرفوا كيفية الاستعمالين، وهذه الموظفة متقاعدة على مشاكل تقعد قاعدة غير حوالي سنة، ورغم ذلك انخرطت. هذه ميزة ممتازة جدا، حين نعلم أن بعض القضاة وبعض المبالغين يعني لم يسبق لهم مشوارهم القضائي خمس سنوات ولا ست سنوات، رغم ذلك لا يقدمون نفس المجهود العملي في هذا الإطار. بالنسبة لزهر نواح سبق أن أقمنا حفلة للتكريمها وذكرت خصائصها وصفاتها المنفصلة، ولكن يجب أن تعلموا بأنها قامت بعملها إلى في الدقيقة الأخيرة، آخر جلسة ديال ذلك دارت الجلسة ديالها وحضرات ودارت العمل ديالها صور الوضعية ديالها ودعت الجميع. هذا نموذج راقي للعمل الذي يجب أن نقتدي به جميعا ونقوم بعملنا إلى آخر نقطة في العمل. قبل أن أنهي كلمتي أقول للمتقاعدين بأن التقاعد ليس نهاية ديال العمر، بل هو نهاية عقد. عقد يربط مع وزارة العدل الأولى والمعاصر القضائية، والحياة مستمرة بعد التقاعد. العكس، هذه فرصة رائعة جدا لكي يستعيد الإنسان نشاط الحياة ويعيد تأسيس نفسه من جديد ويعرف له الأولوية الحقيقية لن يتوجه صوب ربه وصوب أسرته الصغيرة. وآخر ما قرأته هذا اليوم في رسالة توصلت لها الآية الكريمة التي تقول: وتلك الأيام نداولها بينكم، وتلك بمعنى أن الأيام التي نعيشها فهي الأيام من الماضي. والآية القرآنية استعملت عبارة الأيام أن حياتنا بأكملها مجرد أيام وليست شهورا وليست سنوات، مجرد أيام صغيرة جدا يجب أن نستغلها في عمل الخير ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأتمنى للجميع تقاعد مريح وصحة كريمة ودوام التواصل مع أسرته الكبيرة والأسرة القضائية رغم التقاعد، وشكرا لكم جميعا. نعطي الكلمة الآن للأستاذ زكريا هيل، السيدين الأول للسيد وكيل الملك محمود جلالي بن عساف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد، أولا أبلغكم اعتذار السيد وكيل الملك عن الحضور لهذا الحفل المبارك لظروف خارج عن إرادته وظروف الاجتماعات. ثانيا أشكركم على الدعوة للحضور، وفي الحقيقة لا أجد كلمة أكثر مما قيل من طرف السيد وكيل المحكمة، ولن أجد خيرا من قول الله عز وجل: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فعمل الإخوة الكرام المتقاعدين عملهم هو من سيتحدث عنه، ولن تفي كلمة أو كلمتين الآخر، فإنما كان العمل ديالهم اللي كان كما قال سيد رئيس المحكمة على مدى 40 سنة أو 35 سنة، 40 سنة من العطاء، هي التي تتحدث وهي التي تخبرنا عن مسارته. وكيفما قال سيد رئيس هي شعلة سلمت لهم ويسلمونها للشباب المقبلين، وهي مجرد سنة الله في خلقه. وأقول لهم تقاعد مبارك اللهم يسلم. الكلمة الآن للأستاذ خليل محول، سيد نقيب هيئة المحامين للأسف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأسفه، السيد وكيل ملك النيابة بهذه المحكمة، السادة النقباء الأجلاء، زميلاتي زملائي الأعزاء، السادة القضاة الكرام، السادة المفوض القرائيون، السادة العدول، السادة أطر كتابة الضبط ورئيسها محكمة السلاح وكذا المحكمة الابتدائية بأسفه، الحضور الكريم كل باسمه وصفته والاحترام لوجهه. بداية أشكر كل من ساهم من بعيد أو قريب في إحياء هذا الحفل الذي من خلاله نحتفي بأناس من قيمة عالية وغالية. إنهم أناس أعطوا لأسرة القضاء وأعطوا للمواطنين حقوقهم وأعطوا ما يستحقون. إنه الأستاذ محمد تريم. أستاذ محمد تريم كان لا أعتبره قاضيا فحسب، بل كان أستاذا ومعلما في نفس الوقت. كنا نستفيد من مناقشاته واجتهاداته. كانت أحكامه ولازالت لازمنا نرجع إليها أحكاما كانت كلها دلالات وكلها معاني وكلها مقاصد، كلها كانت أحكام تعتمد على الشهادة القضائية الحديثة، كان مدرسة في الأحكام. وهذه الأحكام كما أقول لازمنا نرجع إليها في مذكراتنا. أستاذ محمد تريم كان إنسانا خلوقا يحترم المحامين المحامون ويحترم الجميع. أستاذ محمد تريم ذو أخلاق عالية، رجل فاضل كما علمنا وما زلنا نسمع أنه فعلا ذلك الرجل السوي القوي العالي الإنسان الذي يحترم الجميع. أكيد له ونكيد له جميعا الاحترام الكامل، ونتمنى له طول العمر وكذلك مسيرة موفقة في باقي حياته، ونتمنى له الصحة والعافية وله ولفائدته وله ولجميع أفراد أسرته. بالنسبة لباقي الموظفات المحتفى بهم، ولو أن أستاذة بهباز عتيقة غير حاضرة معنا فسنوفيها وكذلك حقها لا هي ولا بالنسبة للأستاذة زهراء مروح، فكلا الموظفتين أقول حقا موظفتين غاليتين على كل محامين. الموظفتين التي نجدهما دائما في مكتبهما، دائما مبتسمتين، دائما تجد المكتب مفتوح في وجه الجميع. نتسلم إجراءاتنا، نتسلم منكراتنا ونضع منكراتنا لدى هاته المنتظرين، نطلع على الملفات ودائما بحضور هاته المنتظرين بمكتبهما. لا يغادران المكتب طيلة يومين في العمل. حقيقة نعمة المنتظرين، نعمة أطر كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بأسفي. الكل يشهد لهما بالاستقامة والنزاهة وحسن الخلق، فنتمنى لهم كذلك طول العمر والصحة والعافية لهم ولفائدة ذويهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الآن للسيد رئيس المكتب الجهوي للسامع أسفي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد السيد رئيس المحكمة الابتدائية، السادة القضاة من محكمة السلاح، والسادة القضاة من محكمة الابتدائية، السيد النائب وكيل جلالة الملك، السادة النواب المحترمون، السادة رؤساء كتاب الضبط محكمة السلاح والمحكمة الابتدائية، السادة المحامون، السادة رؤساء المهن الحرة القضائية كل باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرف المجلس الجهوي العروس النافذة الأسفي أن يشارك في هذا الحفل البهيج، ولي كلمة في حق الأستاذ فاضل السيد القاضي المدرس الكريم، فهو نموذج القاضي الحازم الحازم، فقد عرفته عن قرب. يأخذ شيء من الحزم والعزم على أن يحضر في الوقت الملائم للجلسة، فجزاه الله خيرا،
أهنئه على هذه المهمة التي انتهت بسلام، وإن كانت هذه المهمة تتعلق بالعدالة الدنيوية التي قد انتهت، أسأل الله له التوفيق أن يستعد للعدالة الأخروية. وبهذه المناسبة أسأل الله عز وجل أن يختم عليه بحسن. أما فيما يخص الأخت لالا زهراء والأخت عاطفة بحكم تردد على المحكمة، هاتان الشخصيتان لالا زهراء وعاطفة كانا منتجين للجد والاجتهاد في مهامهما، فنسأل الله عز وجل أن يختم عليهم بالحسنى. وهكذا تنتهي المهام وتستمر الحياة. وجرت العادة أن السادة العدول يقومون بملحقات أو استدراكات، فأنا هنا أستدرك على الأستاذ سعد وهبي وأدعو الجميع إلى أن يقف وقفة للقراءة قراءة الفاتحة ترحما على الأستاذ كامل الأسفي، وانتقل إلى الجديدة وقد توفي مؤخرا الأستاذ عمري، فنقرأ عليه جميعا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعتذر السي الرئيس على مصلحة كتاب الضبط على الترتيب، والكلمة الآن فليتفضل المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيد رئيس المحكمة الدولية الأسفي ومن خلالك السادة القضاة لذات المحكمة، السيد وكيل ملك النيابة ومن خلالك السادة النواب والنيابة لذات الأسفي، السيد نقيب هيئة المحامين ومن خلالك السادة النقباء والسادة المحامين بأسفي، السيد المدير الفرعي، السيد رئيس الودادية الحسنية للقضاة باستئناف الأسف الكريم للسادة القضاة بالدائرة القضائية، السيد رئيس كتاب الضبط محكمة الاستئناف الأسفي، السيد رئيس المكتب الجهوي للمفوضة القضائيين، السيد رئيس المكتب الجهوي للسادة العدول، السيد الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية العدل، السيد رئيس المكتب الجهوي لودادية الموظفين في وزارة العدل بالدائرة القضائية للاستئناف الأسفي، الحضور الكريم كل باسمه وصفته بما يليق بكم من التوقير والاحترام. دأبت هذه المحكمة قادة العدل في مناسبات عديدة على تكريس سنة الحامدة. من خلالها نمد جسور التواصل بين الجيل أو الأجيال السالفة مع الأجيال اللاحقة بطبيعة الحال، وهي سنة تلتقي فيها كافة مكونات منظومة العدالة. نتواصل طبيعة الحال، نستحضر ذكريات جميلة جدا عشناها مع السادة المحتفى بهم سواء قضاة أو موظفين من خلال مجموعة من التجارب، وطبيعة الحال من خلال فقط على معهم الهم الذي يحمله الذي يشتغل بكتابة الضبط أو بمنظومة العدالة بشكل عام. هذه المناسبة استوقفنا فيها ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي فرصة للسادة المحتفى بهم الذين أفنوا زهرة عمرهم في الاشتغال بطبيعة الحال خدمة لوطنهم وخدمة للعدالة باستحضار ذكريات الزمن الجميل، باستحضار كذلك ما قاموا به خدمة لهذا الوطن وخدمة للمتقاعدين وما قدموا من خدمات جليلة في هذا الإطار، وهي فرصة كذلك لنا جميعا بأن نتسلم المشعل من الذين سبقونا وخلفوا آثارا ربما ما تكلم عنه الأستاذ قبل قليل من مناقب وصفات جليلة في التفاني في الأعمال، هي صفات يجب أن نستلهمها جميعا، أن نطورها وأن نسير على نفس الطريق. فزهر الرواح وعاطفة بهباز لن يشتغل في الدقيقة الأخيرة، بل اشتغل في الوقت بدل الضائع. وأنا أتذكر جيدا أن زهر الرواح مقبل على التقاعد وفاتت 4:30 وهي باقية في المكتب ديالها، وكما هو الشأن لعاطفة بهباز
أنها تقع عضوك في تواصل مستمر مع الإدارة مع المؤسسة وتقدم خدمات جريمة. فذلك مثال للموظف المثابر، الموظف الذي يحب عمله لأنه يشتغل مع الله عز وجل. حسبي هذا الكلام وأعطي الفرصة للسادة الموظفين، ربما سيكون أدرى مني بذكر ما لاقي الموظفتين. شكرا. الكلمة الآن للسيد رئيس المكتب الجهوي للمفوضين القضائيين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيد رئيس المحكمة الابتدائية، السيد نائب وكيل الملك، السادة المستشارون، السادة القضاة، السيد نقيب هيئة المحامي، السادة المحامون، السيد رئيس كتاب ضبط المحكمة الاستئناف، السيد رئيس كتاب ضبط المحكمة الابتدائية الكبيرة، السادة عضو كتاب الضبط، الحضور الكريم كله باسمه وصفته. باسمي وباسم جميع المفوضة القضائيين الذين هم جزء لا يتجزأ من أسرة العدالة، وبهذه المناسبة أؤكد بأننا ملتزمون بمشاركة أسرة العدالة في جميع المسارات وفي جميع الحفلات والمسارات. وبهذه المناسبة أتقدم بتهاني الأستاذ التارين على حصوله على التقاعد، والذي عرفناه من خلال المحاضرات التي يلقيها في الندوات التي تنظمها هذه المحكمة، والتي نعرفه من خلال أحكامه الجيدة واجتهاداته الصائبة. وبالنسبة للموظفات المحتفى بهم، فإن كل ما نعرفه عنهم أنهم يتميزون بأخلاق عالية، وقد يتعاملون معنا معاملة جيدة، وكنا نجد فيهم دائما الإرشاد والمساعدة، خصوصا في تصريف الإجراءات بين كتاب الضبط والمفوض القضائي. وشكرا والسلام عليكم. أعطي الكلمة الآن للسيد رئيس المكتب الجهوي للوداد الحسني قضاة السابع الشيخ الخليفي في المسجد. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأحيي من هذا المنبر السيد رئيس المحكمة الابتدائية لأسفي، وكذلك السيد وكيل الملك في شخص نائبه الحاضر السيد النقيب، السادة النقباء، السادة المحامين، إخواني وأخواتي أطر المنطقة في كتابة الضبط، إخواني القضاة أيضا. أحيي المحتفى به السي محمد التالي الذي عرفته قاضيا عندما التحق بهذه المحكمة، يعني منذ حوالي 8 سنوات. اشتغل مساوية ولم أعرف عنه إلا قاضيا ملتزما محترما لواجباته المؤدي لوظيفته الاعتدال والاتزان. سأتحدث أكثر عن الأستاذتين عاتق الغباص والأستاذة زهراء المروح. عاتق الغباص اشتغلت معها حوالي اشتغلت معها في لعبة العقار 6 سنوات. إذا كان هناك مثال نموذج للموظف والموظفة فهو عاتق الغباص بكل تجرد وموضوعية وحياد، لأن الانضباط، أداء العمل، الالتزام، الخدمة والصمت والتواضع، يعني واحد البدل أكثر من المؤثر. وكذلك الأخت زهراء المروح اشتغلت برفقتها في الأكرية المدنية والتجارية والصلح، وكانت نعم موظفة مخلصة لعملها ولواجبها ولوطنها التبعية. أشكر جميع الإخوة الذين صهروا على هذه المبادرة، وأتمنى أن تستمر دائما لأنها هي جدوة الحماس التي تبقي على الموظف أو القاضي أو جميع المتدخلين في العمل القضائية، اللي كتعطيهم الحماس وكتعطيهم الوقود باش يستمروا في عملهم بحماس الى نهايه عليهم. اعيد واحيي الاستاذ الفقيه السي محمد التالي، واحييه على وصوله الى بر الامان بالتقاعد. الله يخرج سبيسنا كاملين بخير، ذلك نطلبه دائما. الله يخرج امورنا بخير والحمد لله على السلامه. وكذلك لاله زهراء ولاله عاتقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكلمه الان للسيد رئيس المكتب المحلي لوداديه موظفي العدل، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اهله وصحبه. سيد رئيس المحكمه المحترم، سيد وكيل الملك المحترم، الساده القضاه والوكيل الملك،
السيد رئيس كتاب الضبط، السيد مدير فرعي، السيد رئيس مكتب جهوي العدول، والسيد رئيس مكتب جهوي الفروض القضائيه، وكل الحضور بكل باسمه وصفته. بطبيعة الحال لن أطيل في كلمتي هذا للإشادة وتعزيز كل ما تفضل به زملائي في حق المحتفى به. بطبيعة الحال قبل ذلك نشكر اللجنة المنظمة التي أتاحت لنا هذه الفرصة لنقول كلمتنا في المحتفى به ونعزز أواصر المحبة والإخاء بين جميع مكونات المحكمة. أكيد أن طيلة هذا المقام بهذه المحكمة لم نسمع عن المحتفى بهم إلا الخير وإلا الأخلاق العادلة. الأستاذ تارين والأستاذة زهرة بن مروان والأستاذة عاطفة ما نسمع عنهما إلا ما يطمئن القلب، ونتمنى لهم تقاعدا مريحا وعمرا مديدا إن شاء الله. نريد أن نؤكد على مثل هذه المناسبات، فهي ما تزيد إلا من الوحدة والرباطة الأخاء بين جميع مكونات العدالة. فطوبى لكم جميعا بهذا الحفل البهيج، ونتمنى من الله العلي القدير أن يمد وأن يطل منه، وأن هذه السنة أن نؤكد عليها وأن تتواصل بإذن الله، ودمتم إن شاء الله موفقين بحول الله. وشكرا لكم. الكلمة الآن لسيد رئيس المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للأدلة، فليتفضل شكرا. السلام عليكم. تحية للسادة المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين. تحية للسيد النقيب والسادة ممثلي عباد مساعدي العدالة. لحظة عرفان ولحظة اعتراف في حدود هذه الدنيا بالإمكانيات البسيطة. كنا دائما جسما واحدا، قضاة موظفين عدولا وظيف، نساهم جميعا في تقديم خدمة عامة، ونساهم جميعا في تحقيق شروط عدالتي يلجأ إليها المتقاضون كلما اشتدت خصوماته. اللقاء ديالي هو لقاء اعتراف، لا يسعني إلا أن أقول ستاري ولا زهرة ولا عتيقة من هذا الجيل البناء المؤسس، من هذا الجيل البناء المؤسس. صحيح استفاد من اللحظات الأخيرة، ولكن هو الجيل اللي تكرس في المحاكم، الجيل اللي ضرب تمارة، الجيل اللي خدم في شروط دنيا لا أجد وصفا لها في هذه اللحظات، جيل اللي الخدمة أداها بما أوتي من معرفة، جاي اللي خرجت من المدرسة العمومية، جاي اللي مساهم في البناء. فتحية لكم، تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الكلمة الآن للأستاذ هيتوت، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، رئيس المحكمة، السيد النائب الكبير، السادة النقباء، السادة القضاة، السادة المحامون، السادة أقوم بالتقديم كتاب الضبط، حضور الكريم كله باسمه وصفته. أما في يوم من الخواتيم سنة 2012 وبه المناسبة الجمعية العامة لهذه المحكمة لجزية الأشهاد، شاءت الأقدار أن أكون عضوا منتسبا لإحدى الغرف الجماعية لهذه المحكمة والتي يقصها الأستاذ تارين إلى وهي غرفة السينابير المدنية. تضاربتني فيها الأفكار والهواجس متوجسة خيفة مما أنا مقبل عليه من مهام جسيمة تتعلق بالبت في استيناف الأحكام الابتدائية في حدود الاختصاص المطول لغرفة المذكورة، وما إذا كنت وأنا القادم الجديد غير الممارس مؤهلا لتحمل العبء الملقى على عاتقي. لكن وهنا أضع خطا على كلمة لكن، لأنه بمجرد علمي بأن الأستاذ تارين هو رئيس الغرفة، وبعد أن تعرف علي لأول مرة ما كان منه إلا أن احتوى دليل التوجه والتخوف، وعالجه بحكمته الآنية وتبصره وحنكته. فقد حاول ونجح في أن يذهب عني كل ما كان يخالجني من هواجس، فما كان منه إلا أن وضع بين يدي وباقي زملائي الملتحقين حديثا عصارة تجربته ونتيجة ممارسته الطويلة لمدة القضاء، ملخصا هذه التجربة في الحرص
على تطبيق القانون تطبيقا سليما يراعى فيه مصلحة المتقاضين والحرص على جودة الأحكام بعد البحث والتقليد في الأحكام والقرارات والكتب الفقهية حتى تكون تلك الأحكام صورة لمصدرها. وهنا أريد الحديث عن سيرة الستارين التي علمتها قبل انتسابي من القضاء، فهو المستشار الفقيه الحليم على غير العارف إبان اشتغاله الاستئنافية الجديدة لمدة ليست بالقصيرة. وقد كانت ممارسة والدي حفظه الله لمنة المحاماة بالهيئة الجديدة مصدر علمي بشخصية الستارين وغزارة علمه وتفقهه، فقد كنت أستمع وأنا صغير لحكاية والدي عن المناقشات القانونية والفقهية مع المكرم إمامكم اليوم، ومدى الاحترام والتوقير المتبادل الذي أصله طيبوبة وعلم الستارين، فما كان مني يوم التحاقي إلا أن توسلت خيرا في العمل معه برحاب هذه المكانة طيلة مقامه بيننا، وما كان منه إلا أن أكد ما يعرفه عنه جميع من عمل معه من أخلاق وغزارة علم وسعة صدر رغم الفارق في السن، والذي كان يستجرم يدلله بأوصافه التي يعجز اللسان عن حصرها. أما بخصوص العتيقة وللا زهراء باعتبارهما من أقدر الموظفين بهذه المحكمة، فما وجدت منهما من باقي عقر موظفي هذه المحكمة، وأظن أن كافة السادة زملاء القضاة لديهم نفس الإحساس، ما وجدنا منهم إلا الاحترام المتبادل والجدية في العمل وإيثار الذات وعدم التذمر من العمل وتحليل مسؤوليته، فقد كانتا كما ذكر السيد الرئيس تعملان في شعبتي العقار والمدني الأخري إلى آخر يوم من عملهما، ولم يفتر حماسهما أو يتقاعسا عن أداء الواجب أو يدخر جهدا في تصريف الملفات والتعامل مع السادة المحامين أو مرتفقي العدالة، علما بأن الوقت لا يكفي لسرد مناقبي المكرمين، فأنتم تعلمونها كزملاء وكأخوة، ولا يسعنا والحالة ما ذكر إلا الدعوة لهم جميعا كل الستارين كذلك بالصحة والعافية، وأن نطلب من الله العلي القدير أن يحفظه بما يحفظ به ذكر الحكيم ويجعل مساره المهني سببا في حوز الأجر والثواب، وأن يجعلهم ممن كانت تقضى على أيديهم حوائج الناس ويعينهم على ما يحبه ويرضاه، وأن نكون جميعا كل من موقعه خير خلف لخير سلف، والسلام عليكم. إذا تقاعد القاضي انقطع عمله إلا من ثلاث: حكم ينتفع به، متقاضي صالح يدعو له، وتجربة جارية يستفيد منها زملاءه. أنا أحتفى به اليوم رجل من طينة العظماء، نهر في العطاء، أرض خصة في السخاء، شامخ عالي علو السماء، نموذج أمتن لصورة القرار. عرضت عليه الأمانة فقبلها بصدق وأمانة، ولم تزده الصعاب إلا كفاءة وإتقانا. رجل اجتمع فيه ما عسر وصعب في غيره، نعم اجتمعت فيه الجلسة واللبسة والعبسة، صورة وصوت بتقنية عالية الجودة هو الرجل، شكل ومضمون، عالم وعالم في الحق صارم، حليم بالمظلوم جبار على الظالم. فيا عين لما تبكين، ولما يا قلب أنت حزين، ونحن نحتفي اليوم ونكرم الأستاذ محمد تارين، فليتفضل. الإشارة جانا واحد الخبر عاجل وخبر صار من احتلم شمس التارين الربيع الأستاذ حسن طاهر. السلام عليكم ورحمة الله. الكلمات التي سبقت لي كانت ارتجالية، كنت أود أن أترجم هذه الكلمة، ولكن حتى الواحدة صباحا بالأمس كتبتها، ونظرا لعزة المقام عندي وللحب الذي أكنه إلى جميع حاضرين منذ أن التحقت بهذه المحكمة، فضلت أن أكتب هذه الكلمة لألقيها لعلي أصل المدى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله النبي الكريم والعهد. أيها الحضور الكريم، حياكم الله.
وأحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي بداية أن أعبر عن سروري العظيم وسعادتي البالغة مفتخرا بوجودي معكم في خدمة هذه الأمسية التكريمية واحتفالي بشخص متواضع، دون أن أنسى التنويه بالتقدير والاحترام لشخص السيد رئيس محكمة أي الآسي الأستاذ إبراهيم منتظرت الذي خلطته بضع سنين وألفيت فيه الرجل الفاضل الرجل الفذ والقاضي المحنك في عمله وسيرته وعلاقته الطيبة مع القضاة والتي تتسم بالمهنية والاحتراف وحب الآخر. لست أدري وأنا أبحر الآن في الستين من عمري إلى أي حد تفوقت ونجحت في المهام والمسؤوليات التي تقلتها مدة تزيد عن 30 سنة على عملي في القضاء وما هو المدى الذي كنت أضمن الوصول إليه لهذا العمل؟ وإلى أي حد مارست مسؤولياتي بإخلاص وتفاني وصدق ومقرن للذات؟ وهل فعلاً نجحت في كسب حب الناس وحب إخوان القضاة الذي هو أكبر هدر من الله للإنسان؟ لست أدري. إلا أن الهدف الأسمى الذي توخيته منذ أن أقسمت قسم المهنة كان ولا يزال وتحقيق العدالة بين الناس في مجتمع صعب المراس يتزايد فيه الضغط الشعبي باستمرار ويتنامى فيه الإحساس بالعبث وانعدام ثقة المتقاضين في منظومة العدالة وكثرة انتظارات المجتمع المغربي حول إصلاح القضاء وحول قدرة الجسم القضائي على الانخراط في أوراش الإصلاحات الكبرى للمغرب الحديث. 38 سنة مضت من عمر في هذا القطاع حاولت فيها قدر المستطاع أن أكون وفياً لليمين الذي أديته منذ مستهل مشوار القضائي من خلال ترسيخ خيام النزاهة والعدالة والفعالة والكفاءة والمردود وخدمة المواطن والعمل على التجاوب مع مشاكله. وما كنت لأقوم بمهامي على الوجه المطلوب لولا اليد المحفزة من سائر الفاعلين من قضاة والمحامين وكتاب الضبط رجال ونساء والذين أغتنم هذه المناسبة لأشد على أيديهم بحرارة وأقول لهم لولا أنتم لما كان بالإمكان تعزيز الحكمة في نظام القضاء، خصوصا أنني عملت بالمحكمة الابتدائية الرئاسي بجانب قضاة أحبهم أشد الحب، لأني وجدت فيهم العلم والمهنية على الرغم من حدث عهدهم بالقضاء، وكنت أعتبرهم زملائي وأبنائي لأنهم فعلا قضاة محترمون. ناهيكم عن الاحترام الذي لمسته في الزملاء المحامين الذي لقيت منهم تجاربا ولياقة في العمل سواء أثناء الجلسات أو من خلال صريف الأعمال في المكاتب، هذا فضلا على المعونة الظاهرة والخفية التي يقوم بها كتاب وكاتبة الضبط لكي تمر الأشغال في أحسن الظروف، وكذلك مساعدة حراس المحكمة الذين اعتبرهم جزء من منظومة العدل نظرا للخدمات التي يقدمونها لأطر المحكمة. إذن فالذي يظل بعد كل شيء هو الحب والخير، وكما قال شاعر إفريقيا ليوبورد سيدا سانغول رئيس السنغال السابق وعضو الأكاديمية الفرنسية، إن البعد الوحيد الذي يبقى عند انتهاء كل شيء هو البعد الشاعري في الإنسان. وأستأذنكم عند اختتام كلمتي بصدرها للأبيات الشعرية قائلا هذه السنون تمر لاهتة بنا فكأنها ومضت وكلي الماء، وكأننا خيط من الأحلام في إيماء طرف واقف يتقطع، ما عالم الإنسان إلا آية أسرارها فوق الذي نتوقع، يمضي كما يمضي الزمان تسابعا ونضل ذكرى في اللواعج تمرع. أيها الحضور الكريم، أشكركم مرة أخرى على هذا الاحتفال وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في دراستكم المهنية والعائلية، وأدعو لكم بالخير والتيسير والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الثاني من هذا الحفل خصص لتكريم النساء، والحقيقة أن هناك قولة قديمة عمرت طويلا تقول بأن النساء نصف المجتمع، لكن الأبحاث والدراسات والتجارب أبانت على أن النساء كل المجتمع، فهم نصفه ومصدر النصف البر. ولن أجد أصدق من قول المتنبي فيهن حين قال
لو كانت النساء كما فقدنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيت لاسم الشمس علم، ولا التذكير فخر للهلال. المحتفى بها الثانية لم يسبق لي أن شرفت بالعمل معها، لكنني لن أنسى أبدا ابتسامتها البشوشة وهي تقابلني عند كل ولوج أو خروج لهذه المحكمة. لن يختلف اثنان عن مدى طيبتها وأدبها وكرم أخلاقها. الحقيقة أني لن أجد أصدق وأفضل ولا أبلغ وأمتن من هدافكم وتصفيقكم للترحيب والاحتفاء بها، فنحتفل بالأخت زهراء مروح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جيت فرحانة بزاف بهذا الحفل الكريم، وأنا لسان ديالي كيعجز على الشكر للملازم. المحتفى بها الثالثة تمنيت أن تكون حاضرة ولكنها إن غابت فهي حاضرة في القلب. بحثت في القاموس عن كلمات لأعطيها حقها، فعجزت وعجزت الكلمات على تعريفها أو تقديم نبذة عنها، لأن ما أحسست به كان أقوى وأكبر من كل العبارات. فهل أحتاج أو تحتاجون لأخبركم عن أطيب قلب؟ عن من أعطت وتعطي وستعطي لآخر ذر بكل صدر رحب لا تعرف الصعب، فوقودها الصدق والحب. أرى في خيالي شجرة زكية عطرة، كريمة بعطاء مثمرة، بالصحة وبالغة الجمال وموفورة الضرار. نعم، أراها شجرة زكية عطرة، كريمة معطاء مثمرة، بالغة الجمال موفورة الضرار. كل من جاورها نال من خيرها ولو قبصا، إن كان طيبا أو جمالا أو كان ثمرا أو ضرارا. الأخت الفاضلة عتيقة بهبس. وضعت الكلمة للأخت السابق تبقى لإعطاء أعطائها حقها أو اللي نمر لي هذا. شكرا سيطر. تحية للعاتقة، وراها دائما في القلب، ومن الناس اللي بنوا شعبة العقار، من الناس اللي بنوا شعبة العقار، فالكلمة بالبوكسات ديالها، بالكراسون ديالها، بالترتيب ديالها، وأيضا الأزهر من الناس اللي بنات هذيك الشعبة ديال الكبرياء. وحنا ملي جينا هنايا تتمنى على يديهم، هما اللي كبرونا وهما اللي كونونا. صحيح وزارة بناتهم من بعد النظام الأساسي هاد الناس الأولين، ولكن اليوم هاد الجلسة وهاد اللقاء اليوم نرسله رسالة عطرة لكل أخواتنا وأخواننا، ونتمنوا لكم مواصلة حياتكم ومشواركم. دابا عاد بدات الحياة، دابا عاد سالي وقتكم وبدات الحياة. تحياتي. ولقاء أسري وأخوي للجميع الحق في أخذ الكلمة والتعبير عن ما يحس به، ونتمنى أن مثل هذه اللقاءات تتكرر باش تسود المحبة والإخاء بيننا ويزيد كبر. ولشهادة حق، حوالي 18 سنة وأنا في هذه المحكمة أبدا لم أحسس بفرق بين قاضي أو أي أو موظف أو محامي أو أي فاعل من مساعد القضاء. كنشكركم على هذا الروح، وأتمنى أن تستمر وأن تكون قدوة، وكانت محل غيرة من دائرة أخرى، فأتمنى أن تستمر هذه الروح وأن أشاهد هذا المنظر الجميل، أن أشاهده مراراً وتكراراً، وأن يطير الله في عمري وعمركم. نعم، لأنه ما أجمل مشهدكم، أنتم لا تشاهدون ما أراه الآن، مشهد جميل متكامل، ما أجمل مشهدكم وما أدفأ لمتكم. فاللهم أهدم عن النعمة واحفظها من الزوال رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكريم، كل واحد باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة قد يعجز اللسان عن التعبير ويشل العقل عن التفكير في إيجاد الكلمات التي تختصر مسار مدة طويلة من العمل.
فما قيل حول الأستاذ كريم هو شافي وكافي، والرجل راكب ذلك بمسار طويل وتحمي مليء بالعطاء، فجزاه الله خيرا. وأقول له حياة كريمة ودمت حاضرا بيننا. بالنسبة للأختين الفاضلتين والزميلتين العزيزتين عتيقة بهباز وزهرة مروح، بالنسبة لي شخصيا عتيقة بهباز فيها ثلاث صفات: الصفة الأولى الأمانة، الصفة الثانية المعقول، والصفة الثالثة الجدية والمثابرة. كيف؟ فالأمان عتيقة كنت شخصيا ربما مجموعة الإخوان ما احتاجين شي حاجة إلا تمشوا على عتيقة. بعض المرات كتخصك شي حاجة، أنا بخصني فلوس تمشي لعتيقة، ودائما أجدها بشوشة ومبتسمة. وحتى إذا ما كانش عندك تقول لك غدا إن شاء الله غادي تديك الغرض. المعقول عتيقة معقولة دائما عند الموظف كامل، كل شيء كيحترم كل شيء كيقدرها. الصفة الخصلة الثالثة هي الجدية والمثابرة. عفوا، عتيقة دائما في المكتب، يعني مجد دائما، إجراء دائما، تقدير ولو كتكون بعض المرات في ظروف يعني ماشي هذيك، ولكن بعد ذلك توتر أنها كتقدم الصفة الخدمة. فعتيقة أنا بالنسبة لي نموذج قد لا يتكرر، نموذج ديال الموظف المتابع. ونقول يعني عتيقة دائما ستظل حاضرة. بالنسبة للأخت زهرة، فكيقول المغاربة مع من شفتك مع من شبهتك. زهرة مروح هي صديقة للعتيقة، وبالتالي فهي بنفس الخصال وبنفس الصفات. وأقول للجميع جزاكم الله خيرا، وستظلون حاضرون بيننا بما قدمتموه لأسرة العدالة. أسرة العدالة هي أسرة واحدة فيها القاضي والموظف والعدول والمفوض القضائي والنساخ وكل المتداخلين، أسرة واحدة وعمل واحد لتحقيق هدف واحد، القضاء في خدمة المواطن. السلام عليكم. تحملت عناء السفر، تحملت عناء السفر لتعبر عن مدى حبها لهذه المحكمة ولكل الفاعلين فيها. أخت عزيزة وصديقة حبيبة ومقربة وشاعرة، أدعو معكم أن ترحبوا معي بأخت سناء راكية، فتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك أستاذ طارق على كلمتك الجميلة. أشكر جميع الحضور. مجيئي لهذه المحكمة المدينة أمرين اثنين، هو حناني لمحكمة أسفي أول تعيين، ومحبتي ومعزتي لأستاذ تريم. أستاذ تريم حضرت اليوم بمناسبة تكريم الأستاذ ترين القاضي الذي قضى مدة من الزمن بمدينة أو محكمة آسفي، ولما استدعاني لم أتردد دقيقة واحدة في الحضور ومشاركة في تكريمه. وكان أيضا بالمناسبة إلقاء قصيدة شعرية هدية له بمناسبة تكريمه. أتمنى له التوفيق
وايضا اتمنى للزميلات الموظفات في هذه المحكمه التوفيق وتقاعد ان شاء الله بصحه وسلامه وبضحيتهم التاليه بخير وبنجاح التوفيق ان شاء الله. رايت التقيت بجميع زملائي المحامون والموظفون والعدول، فعلا فانا قضيت 7 سنوات اسفي من اجل سنوات عمري في كف وسنوات اسفي في كف. حنيني لأسفي دائما في داخلي، واللي صراحة حقيقة اللي عندما انتقلت بقى في خاطري تألمت، ولكن مع الوقت هذه سنة الحياة فدوام المحال من المحال، فيجب فمن لا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا استاذ تارين، شكرا لهذا التنظيم الجميل، وهي سنه جميله جدا لمحكمه اسفي، دائما ان شاء الله موفقه. اهديته ديوان شعري الجديد بالمناسبه، اتمنى نعم شكرا، وسوف اهديه قصيده قصيره اسمها هوايه الحب، لأن الحياة تلقينا ثم تبعدنا، هذه هي الحياة فدوم الحياة المحال، ولكن تبقى ذكرى جميلة ويبقى حنين جميل في الأذهان وفي الخاطر. نعم هواية الحب. ف بالمناسبة فرومانسية سناء وحريم سناء من أسفي، ولادتي من أسفي، هذا الإحساس هو العميق والغريب، هزني فوق الخيال وفوق الوصف، انتبني في لحظة وردية وحق في قلبك السيف، في مكاني وفي زماني مر أمام أعينك الطريف، لم يكن تدبيري ولا توقعي كمطر نزل من غمامة صيف، إن وردي وشاعري ورومانسي مليء بالشعور والرهف، وأحيا صدف يقتله ذوقك ويجعلك قويا، وتارة أخرى في منتهى الضعف، لا زمني وسكني هذا الشعور لم يرغب في الهجران والتلافي، يا ليته يأخذني إلى أعلى سمائه حتى لا يروعني وحتى لا أنزف، يا ليت جسمي يحملني أمام هذا الإعذار الجارف، كيف طغى علي هذا الحب، إنه غلبني، إنه لدمائي يجفف. فماذا تجني من هذه الحركة ومن غرورك وبالأنف؟ هل تجني منها الغناء الأشعار والقصائد والعباقرة والتأليف، أم تحصر الحرمان والبؤس والدموع والمخاوف؟ تقول أنت دا وأنا ولست دا أنا، نأخذ منك الحياة ونحيا ونشفى. هدية أستاذة تارين سيد رئيس المحكمة والحضور، على أنكم كنتم أساتذتنا تعلمنا منكم، وأشكر على هذه الكلمة البسيطة. توفيق للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الثالث مخصص لتوزيع الهدايا والاحتفال بالمكرمين. هذه مناسبة، وقع اللقاء بين شخصي المتواضع وكافة القضاة والنواب ديال المحكمة من أجل إحياء هذا الحفل التكريمي لي، وأنا أشكرهم جميعا،
عملت بجانبهم لمدة 10 سنوات. كنت دائما أجد إخواني وأبنائي وأصدقائي في هذا العمل، أوفق الجميع والشكر للجميع. دوزت الخدمة بوزارة العدل 33 سنة، وبمناسبة هذا الحفل أنا جد فرحة بهذه المناسبة، وهذه بادرة طيبة من الإخوان، من السيد الرئيس ومن السادة النقباء المحامون قضاة مستشارين. كنشكر كل من ساهم في هذا الحفل، وأنا جد فرحانة بزاف، وكنعجز على الشكر. وانا زعما بادرة طيبة منهم، وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أستاذ إبراهيم الشتوكي، قائد المحكمة الابتدائية الأسفي وعضو اللجنة الثقافية بها. اليوم نحن نحيي سنة محمودة وحميدة، ألا وهي الاحتفاء بمتقاعدي العاملين المحكمة الابتدائية، سواء كانوا ينتمون إلى الهيئة القضائية أو ينتمون إلى سلك كتاب الضبط. أستاذ محمد تارين هو قاضي بالمحكمة الابتدائية، قاد بها ما يزيد من 8 سنوات من العمل الدؤوب والعمل الجاد في سلك القضاء، إلى أن أحيل على التقاعد بلغي سن التقاعد. وهو رجل عرفناه إلا رجلا معطاء كريما ورجل فقيها، كنا نتقع اسم لقب فقيه، بحيث أننا كنا نرجع إليه كل ما استصدت علينا أي مسألة، فنجده نعمة الأخ ونعمة المرشد. بالنسبة لي الأستاذة عتيقة بهباز والأستاذة زهرة مرواح، فإنهن مثال يحتذى به للموظفات الجادات في العمل، محترمات العمل، متفانيات بجد وإخلاص، بل أكثر من ذلك فهن كان مثالا نموذجا حيا للموظف العمومي الذي يتفانى في عمله. ومن هذا المنبر إنني أدعو جميع الموظفين والموظفات إلى اقتداء بهما والحد واحد وهم. والمحكمة الابتدائية ستعمل إن شاء الله تعالى على إحياء مثل هذه المناسبات التي هي تعمل على روابط لم الشمل والإخاء بين جميع مكونات الأسرة القضائية، وشكرا لكم.